النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن شاهد الشواربي. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك. اولا ليه اخترت لعبه هاندبول؟ هي كانت اختي لما اكبر مني بسنتين بتلعب هاندبول وكنت بروح معاها التمرين دايما فحبيت اللعبه فبدات اجرب وكان مع الوقت بحب اللعبه اكتر. بس مين اقترح عليكي اللعب في مركز الدايره؟ كابتن بيسا حسني. وكانت خناقه عشان كنتش حابه المركز في الاول وكانت عايزه تقول لي لو انا شايفه فيكي المؤهلات اللي انت تلعبي مركز الدايره وكنت كنتش حابه الموضوع بس مع الوقت اكتشفت ان هي صح. طب ايه المركز اللي كنت عاوزه تلعبي فيه؟ انا كنت ساعتها بلعب باك ليفت بس دلوقتي لما قاعده بفكر واقول ان انا كنت ممكن اكمل باك ليفت حسيت لا ان هو فعلا الدايره هي كانت وجهه نظرها صح. ليه بقى ما فكرتيش تلعبي في نفس مركز لما؟ مش عارفه مجعوني وقربت اقف جون بس هما كان دايما بيقولوا على لما ان هي عندها سرعه رد فعل عاليه فكان من الاول خالص ما جربتش مركز غير كده وانا ساعتها حطوني بقى في الباك ليفت وكملت عليه. لحقتي لما في الفريق الاول في النادي الاهلي؟ لا لما يعني اعتزلت قبل ما تلعب درجه اولى وبعد كده لما رجعت تاني رجع في نادي الجزيره بس لعبنا مع بعض في مواليد 98 في مرحله الشابات والناشئات. ايه الكواليس اللي بتحصل لما بتلعبي ضد لما في ماتش يعني لما كانت هي في الجزيره وانت في الاهلي خصوصا بعد المباراه لما بترجعوا للبيت بتقولوا لبعض بقى؟ هو بعد المباراه دايما هو ممكن اقول لها كانت هي كويسه في ايه كان ممكن تعمل ايه احسن وهي نفس الكلام بس يعني بكون دايما عايزاها تبقى هي في احسن صوره في الماتش وعايزاها تبقى تلعب كويس قوي بس في نفس الوقت عايزه ان احنا نكسب اكيد. بيحصل بينكم مثلا اي كلام بقى في الماتش لو انت شفت مثلا كره فيها قويه في ايديها في جسمها؟ لا لو شطت فيها قويه عادي بس ما بتحبش مثلا انا اشوط فيها لوب او اشوط الكوره اللي هي كده بس كان اول كوره شطتها فيها جبتها في بطنها فقعدت سكبت الملعب كله وقعدت اعتذر لها عشان اتنرفزت عليا. بس كان ماتش اهلي وجزيره؟ لا الكوره اللي جبتها في بطنها كان منتخب 98 ضد منتخب 2000 كان قبل بطوله افريقيا. طيب مين مثلك الاعلى عالميا في مركز الدايره او في اللعبه عامه في لعبه الهاندبول؟ ماشي عالميا في مركز الدايره براتست منتخب هولندا بس يعني هي اكتر لعيبه بحبها بصراحه واخدها رول موديل من زمان. مين بقى اكتر دوري في يد سادات بتحب تتفرج عليه؟ فرنسا عشان في لعيبه من جنسيات مختلفه وهو من اقوى الدوريات اصلا عالميا في البنات. لو جات لك فرصه احتراف تحب تحترف في الدوري الفرنسي ولا دوري تاني؟ يعني اكيد الدوري الفرنسي عشان بيبقى اي لعيب بيبدا احتراف هناك ويبدا مثلا دوري درجه ثانيه او ثالثه وبياخدها ستيب باي ستيب فبتخليه ان هو احسن. يعني اسباب يد الاهلي السنه دي والسنه اللي فاتت محققين الثنائيه للموسم الثاني على التوالي. ايه اسباب الفتره التفوق يد الاهلي في اخر سنتين؟ بص هو الطبيعي ان احنا دايما الحمد لله كنا بنكسب بس حصل لنا دروب في سنه وبعد كده رجعنا كسبنا وبعد كده حصل دروب فاحنا اتكلمنا مع بعض كذا مره ان هو ده مش الطبيعي بتاعنا وده احنا ده مش مكاننا وان مكاننا الطبيعي ان احنا نكسب دوري وكاس وان احنا عندنا طموح اعلى من كده نبص لافريقيا مش في دوري وكاس. بس ده اول حاجه. وتاني حاجه ان معدل الاعمار عندنا قل قوي يعني احنا معدل الاعمار عندنا في الفرقه 22 سنه او 23 سنه هم في عنصرين او ثلاثه خبره الباقي كله من جيل 2000 2002 و2004 وحتى في 2006 بيشاركوا معانا فمعدل الاعمار يعني قل بلس ان هو احنا عندنا طموحنا ودايما بنتمرن وبنسيب كل حاجه وبنضحي لاجل كده فربنا بيكرمنا في الاخر الحمد لله. لو رجعنا للسنه اللي احنا خسرنا فيها من الشمس احنا خسرنا فيها الدوري والكاس السنه دي كنت شايفه ايه اسباب الخساره؟ هو كان في عوامل كتير طبعا الفرقه ما كانتش في احسن فورم كان في اعمار كتير معدل الاعمار كان زياده قوي وكان اللي هو كان جه بعد سنين كتير من الاهلي بيكسب فيها وكنا بنكسب فيها دوري وكاس وبنكسب من قبل ما نروح الماتش فلما حصل ان هو خسرنا ماتش او كده يعني انا احساسي ان احنا ما كناش كنا حاسين ان احنا هنكسب الدوري في اي وقت فده ما حصلش وما قدرناش نعمل الكامباك دي وبس خسرنا الدوري يعني كانت عوامل كتير بصراحه. تقييمك ايه لمستوى الدوري المصري هذا العام؟ لا السنه دي بقى اقوى بكتير يعني زمان كان دايما الدوري احنا يعني اي فرقه اسالها الاهلي هيكسب دلوقتي بقى في منافسه يعني بقى في سبورتنج في شمس في سموحه في زمالك ودايما ما تعرفش مين اللي هيدخل المربع يعني لغايه السنه دي لغايه اخر ثانيه كناش عارفين مين داخل المربع معانا احنا وكنا مش عارفين حتى هنلاقي مين تاني مين تالت
فالمنافسه زادت قوي. اتحاد اليد قرر الغاء المحترفين سواء على في دوري الرجال او دوري السيدات، مع ام ضد القرار ده؟ بصراحه ضد القرار، عشان المحترفين بيزودوا من مستوى الفرقه اللي يعني اللي قدامها واللي معاها، يعني سندس او دودو الاثنين ضافوا لنا حاجات بيخلونا نشوف الملعب بوجهه تانية اصلا، بيزودوا للفرق اللي قدامها. لما تدافع على حد محترف، واحده بتلعب في دوري فرنسا مثلا زي دودو، اكيد هتزود مستواك، هتبقى احسن، هتعرف بتلعب مع ليفل تاني وضد ليفل تاني، فهم بيزودوا المستوى. فصراحه يعني مش مع قرارنا. تقييمك ايه لمشاركات الاهلي الافريقيه في اخر سنتين، والفريق محتاج ايه عشان يقدر يكسب افريقيا؟ انا تقييمي ان احنا الحمد لله في تطور، احنا زمان ما كناش بنكسب اصلا اي ماتش، يعني كنا بصراحه كانت مشاركتنا ما كانتش كويسه خالص، بس احنا السنه اللي فاتت قدرنا ناخد تالت افريقيا، والسنه دي اخدنا تالت افريقيا، تالت كاس كؤوس وتالت سوبر الافريقي، فاحنا في تطور. ينقصنا ممكن الخبره شويه، عشان احنا الماتشات بتاعت انجولا بنكون كسبانين لغايه ممكن الشوط نص الشوط الثاني او الوقت قريب يعني من نهايه الماتش، بس بينقصنا الخبره في الاوقات اللي زي دي، ان احنا نكمل على نفس الريتم طول الماتش، عشان بيحصل لنا دروبس ساعات، بس ده يعني خبره وهيجي مع الوقت ان شاء الله. وبمناسبه الكلام عن الخبره، ماتش السوبر الافريقي الاخير في السيمي فاينال قدام بيترو اتلتيكو، كنا ليد لحد اخر 10 دقايق تقريبا، فرق هدف، وكان ممكن نتقدم بفرق هدفين او ثلاثه، وجات لنا اكتر من كره نوسع فيها الفرق، بنضيعها يا اما اوت او في جسم الحارس او تيرن اوفر. شايفه ايه الاسباب اللي خلت النتيجه بعد كده اتقلبت وهم كسبوا في الاخر فرق ثلاثة؟ يعني هرجع برضو اللي هو عنصر الخبره، عشان مثلا يعني هو برضو مش اخر 10 دقائق بس اللي بيخلونا الماتش يقع مننا، هو بيبقى في اوقات في وقت النص الماتش مثلا بيحصل دروب لفرقه انجولا، احنا مش بنستغله 100% زي ما هم بيستغلوا الدروب، يعني هم بيستغلوا لو احنا حصلنا دروب 3 4 دقائق بيستغلوا كل كوره، احنا ساعات لما هم بيقعوا مثلا 3 4 دقائق وبيقعوا في 4 دقائق عادي في الماتش او 5 6 دقائق كمان، مش بنستغل كل كورة، يعني مش بنستغل الفرصة ان هم واقعين فندوس عليهم، وده راجع لعنصر خبرة، هم برضو عناصر خبرات منتخب انجولا، فده فرق بصراحة. اكتر محترفة الاهلي استفاد من وجودها سندس حشينة ولا كمارة؟ صعبة قوي، انا بحب الاثنين جدا، بس دودو كان ستايل لعبه مختلف، يعني سندس لعيبة ممتازة طبعا، بس احنا وتونس دودو هي اللي مختلفة بصراحة. نروح بقى المنتخب الاول، كنت واحده من اللاعبات انت ولا اختك بتنادوا بتاسيس منتخب الاول، لان احنا عندنا كانت في منتخبات ناشئين وناشئات وشابات، ونيجي المنتخب الاول ما كانش فيه لحد اخر البطوله، فانت شايفه هل بدايه يعني عوده المنتخب للمشاركات، هل ده هيكون بقى عوده ان احنا نهتم اكتر بكرة اليد النسائية، وان ده هيساعد بعد كده الاندية في المشاركات الافريقية؟ اكيد طبعا، يعني احنا من بعد ما هم بعد ما الاتحاد قرر ان يحصل في منتخب سيدات، قرر برضو ان يبقى في عقود للبنات، هو في الاول ما كانش لينا عقود اصلا بتربطنا بالنادي، يعني كان ممكن يعني احنا في النادي الاهلي كان عندنا عقود بس بشكل احنا بيننا احنا والنادي، مش عقد ثلاثي في الاتحاد، فقرر ان هو يهتم اكتر وان يبقى في عقود وان البنات تاخد حقها، وكمان المشاركه شاركنا في السنغال وفي بطوله في شهر 11 ان شاء الله هنشارك فيها، وده طبعا بيشجع الانديه ان هي تشارك افريقيا، عشان لما بيحس ان هو المنتخب مش بعيد او في احتكاكات الانديه بتبدا تفكر ان هي تدخل المشاركات الافريقيه، فده بيساعد، يعني النادي بيساعد المنتخب والمنتخب بيساعد النادي. بخصوص البطوله القادمه، توقعاتك منتخبنا ممكن يقدر يوصل للسيمي فاينال؟ اتوقع عشان برضو زي المنتخب معدل اعماره صغير برضو، وفي عناصر كتير من النادي الاهلي، وبقى عندهم خلاص الخبره الافريقيه والاحتكاكات الافريقيه، فده هيساعد طبعا المنتخب، عشان في عناصر يعني قوام منتخب في عناصر كتير من النادي الاهلي، فهيبقى مش في الرهبه في الماتشات زي في الاول مثلا ننزل ضد افريقيا احنا خايفين، مش خايفين بس في رهبه شويه، فدلوقتي الرهبه دي اتشالت، فهيساعد المنتخب ونقدر نتاهل لكاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله. ايه اقرب بطوله لقلب شاهد الشربي حققتها لحد الان في تاريخك؟
ممكن الدوري والكاس السنه اللي فاتت عشان كانوا جم بعد سيزن كان حصل فيه دروب وكان جم بعد كلام كتير علينا سواء بقى من انديه منافسه او سوشيال ميديا او كده، فكان في كلام كتير بيشكك فينا وبيشكك في قدراتنا، فكانوا دول اقرب يعني اقرب سيزن لقلبي بصراحه. ايه البطوله اللي نفسك تحققيها مع الاهلي ومع المنتخب؟ افريقيا يعني مع الاهلي ومع المنتخب، بس نفسي قوي مع الاهلي ان انا اكسب افريقيا مع النادي. مين اقرب لعبه ليكي في الاهلي في النادي وفي المنتخب؟ انا بصوا في النادي والله احنا كلنا فعلا قريبين من بعض، مش بقول كده فصعب قوي ان انا اختار حد، بس ممكن فرح الروبي. مين اللعبه اللي مطمنه لما تلعبي جنبها في النادي والمنتخب؟ امين عاطف. بعد ما تخلصي مشوارك في الكوره تحبي تكملي، بعد ما تخلصي مشوارك في الهاندبول تحبي تكملي في نفس المجال ولا تتجهي لمجال شغلك؟ لا لمجال شغلي بصراحه، يعني ما اظن ان انا يعني تفكيري دلوقتي ان انا بعد ما اخلص ان شاء الله اشتغل يعني اكمل في مجال شغلي. انت سبت شغلك عشان الهاندبول، كنت بتشتغل ايه وهل ندمت على القرار ده ولا لا؟ كنت بشتغل محاميه وندمت على القرار ده، يعني مش 100% ندمت ان انا بس عايزه اكمل في كارير شغلي، ما كنتش عايزه اوقف، بس كان القرار الصح في وقتها، كان القرار الصح، بس ان شاء الله هرجع لشغلي عادي مع الهاندبول يعني ان شاء الله. عندك اصحاب في فرق السله او الطايره بالاهلي؟ السله يارا اسامه من اصحابي القريبين، يعني بقيه الفرقه اكيد عارفاها بس يارا اسامه من اصحابي القريبين، وفي الطايره برضه ندى وليد. جماهير الاهلي شكرا على دعمهم المستمر. العمري فاروق كنت دايما قدوه لينا وربنا يرحمه يا رب ويجمعنا بفضله. كابتن بيسا حسن شكرا على كل حاجة عملتها عشان من احنا صغيرين. لما الشواربي شكرا انك اختي. كابتن محمود الخطيب قابلتها قبل كده ولا لا؟ ولو اتقابلت قال لك ايه؟ قابلته قبل كده بس مش بشكل شخصي، يعني اتقابلنا في وقت ما كسبنا الكاس وكان عندنا فاينلز الدوري وكان بيشجعنا وبيقولنا لازم نقفل صفحة الكاس ونركز في الدوري. سندس حشان وحشتينا جدا مفتقدينك. كمارة هنفتقدك جدا وشكرا على كل اللي عملتيه معانا السنتين اللي فاتوا وبنحبك. النادي الاهلي انشئ سنه كام؟ 1907. مصطلحات في كره القدم ونشوف انت عارفاها ولا لا. في السوكه يعني لما تيجي في العرضتين في كده الحته دي مش عارفه اشرحها قوي. تشميسه لما حد يرفع الكره من فوق التاني. كوبري بين رجلين. بانينكا غالبا اللي هي البنالتي لما يتعمل زي اللوك مثلا عندنا في الهاندبول. رابونا مش عارفه بصراحه. لو كنتش لعبة هاندبول كنت احب العب ايه؟ ممكن باسكت. اول مره مصر راحت كاس العالم سنه كام؟ 1934.